السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ علاه كل يوم فيديو جديد، كل يوم هذه القصية اللي غادي نحكيها لكم راه فيها فائدة وفيها معنى. هذه قصية نحكي لكم مصرية خويا مع تورية مع عمر مول الهندية. كيفاش هالقصة هادي؟ عاود هذا واحد السيد الجماعة قرأ، ملي قرأ عامه هو مسكين، يعني عامين هو يخسر في الباك، نار دور على الخدمة، شد واحد الشركة في الناظور. ملي شد ذيك الشركة في الناظور بقى يخدم 450 ألف فرنك في الشهر، ويعني قاري الولد راك عارف يعني فاهم، وهذا ترسم في ذيك الشركة. قال أنا يا غادي نتزوج نعمر داري. علاش؟ قال لك اللي يهرب للزواج أهرب للطاعة. بالفعل جاء عند أمه قال لي هما نوضي خطبي لواحد البنت نعمر الدار ديالي، أنا الزفيرة قتلتني ومخصني نفوت حياتي مادامكم حيين. قالت له وليدي صحة، شكون اللي بغيت نديو لك؟ قال ليها بغيت ندي بنت خالي. بنت خالك؟ واه، الخطر بكري كانوا يقولوا اللي تزوج بنت عمو بحال اللي عيد من غلمو، واللي دا بنت خالو هي اللي تستر همو. واخا يا سيدي، مشاو داو العشاء، باتوا مقصرين واكلين شاربين، وقال رحنا جيناكم على البنت على تورية باش غادي تعطيوها لنا. شاورو تورية قالت لهم ما عندكمش العقل. علاش؟ واش انا ندي واحد يجيني معمر بالسيمة، يجيني معمر بالرملة، ودائما تمارة صبني خربغي؟ واش بغيتي؟ قالت لها بغيت ندي شي دكتور ولا مهندس من ذوك اللي يجبدوا المعدن. قال لها ما تزوجش بيا؟ قالت له لا. اتعشاو، جاو مولين، الولد زعف ولا للخدمة نتاعو. أرنا هذه تورية واسمو دارت، لبست واحد الجلابة حمراء ودارت فيه الساك المقص والمراية كذاك اللي طاها للدراري، وجات لواحد الجردة وقعدت. أرنا ملي جات ديك الجردة وقعدت يسلط بها واحد الشاحور زكراوي يقولوا له حماد. شاحور شافتو دير واحد الجاكيطة بيضاء، واحد الشابو بيض، حسباتو طبيب. شافتو قالت له بونجور، قال ليها بونجور مدام مادموزيل، صافا صافا بيا. الصيفو قعد حداها، واحد حماد شاف البنت تدمع بالزين ما بقاش يعقل على روحه. قالت له فاش راك تخدم؟ وهذا حماد كذاب دوريجين. قال لي يا ودي راني كنت نقرا وراني نجحت وراهم عطاوني بلاصه في السبيطار الكبير. شنو راك دير في السبيطار؟ قال لي هندير العمليه على ثلاثه. على ثلاثه؟ اي، وهي حسبت على الرياه والطيحان وبمزوي، هو كيدير يفتح الهنديه على ثلاثه. قالت له متزوج ولا عاد؟ قال لي باقي على ربي. هو عنده غير واحد زوج وليدات وبنت، ماشي بزاف مستفركي. ورانا كي قالت له كي سميتك؟ قال لي يقولوا لي حاميطو. وانتي؟ قالت له تورية. تزوج بيا؟ قال لي هنزوج بيك. واه، وقالت له غدوه ان شاء الله نتلاقاو هنا باش تمشي معايا للدار. قال لي واه. مشات لامها قالت لي اما هرب العالمين جاب لي الراجل اللي انت باغا ديري، يعني هذا اللي يظل في تمارة، انا دي الدكتور يدير العمليه على ثلاثه، وغدوه راه جاي عندنا، وجدوا روحكم وعدلوا الهضره ديالكم. واه، والنهار الاخر خيك حماد ضرب لي نعمه سيدي الكومبلي، الكرافات، الحطه، ايوا راك عارف يعني كسوان تاع بصح. جا تلاقات هي وياه، مشاو للدار، ايوا كلاو وشربوا وتبرعوا دار امها. يا وليدي فاش راك تخدم؟ قال لي دكتور كندير العمليه على ثلاثه، راني هنا في السبيطار الفارابي. ايه ومزيان، وتا حنا بنتنا راه خطبوها علينا مخزن، خطبوها علينا جدارميه، خطبوها علينا هذا، وشوف لمن كتبت. قال لي بارك الله فيك. ورانا يا سيدي باتوا مقصرين، وكل خطره يروح للدار البنت راك عارف يعني عشقات وعشقها، كل خطره يحرث كي يبغى، يفلح كي يبغى. البنت حملت، ايوا الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، خيك حماد بغى يزرطي. دارت فيه تورية قالت له كيفاش فوقاش نديرو العرس؟ قال لها غادي ندبروا على العرس، وغادي نديرو واحد العرس معتبر. شويه شويه وهي تسولها امها، قالت لها بنت اليهودي سولي واش عنده شي دار ولا ما عندوش.
سولته أحمد عندك شي دار؟ قال لي راني شريت واحد البلان فيه 150 ميت، راني غادي نبنيه نديرو لتحت الخاوي ونديرو فوق القهوة ونديرو فوق السكنة ولا نديرو أوتيل، المهم حاجة. قلت له خصك توريني البلان. ويديها منا مع طريق الحدادة ويوريها واحد البلان ديال واحد صاحبي فيه 150 ميت في الخارج. قال لي ها هو عجبك هذا البلان في لانتيسما؟ قلت له ما عندي ما نسال. شوية شوية البنت حملت، فقت بها أمها قالت لي توريا قولي له نديرو العرس قبل ما يبني الدار، راه إلا فاقوا بك خوتك غادي يقتلوك. ويا الدور فيه. قالت له حميتو خصنا نديرو العرس، الدار من بعد عادو نبنيوها. قال لي عندك الحق، غدوة غادي نقول لك فين غادي نديرو العرس، واش في الخيمة واش في الناخيل واش في قهوة قالا واش، المهم غادي ندبر يعني فين نديرو العرس. خيك حمي حميتو بيتي فكر في الكذبة. الصباح ضاب تلاقاو عند العشرة، وقال لي قالت له فوقاش غادي نديرو العرس؟ قال لي ودي ما عندكش الزهر ليه؟ قال لي جاتني الكونترا الهولندا، راني غادي نمشي وانا شحال وانا ندبر على هالكونترا، غادي تصبر عليا 7 سنين. 7 سنين واه ايوا انا كندير. قال لي خصك تصبري، وغادي نسمح انا في الكونترا وغادي نسمح في الدواء ونسمح في هذا، ما نقدرش نسمح. رانا هو فعلا ذاك النهار مشى ماركا فين مشى البركاني يهمل مع الجنانات يغرب البطاطا باش البنت، يعني هنا البنت عاد ندمت. قالت له كان غير ديت ولد خالي ولا هذا الفضيحه، علاش ولد خالك منين خطبك بالعز وهذا ما بغيتش تديه، ومنين تهرس لك الفيزيبل اش غادي يدير بك ولد خالك؟ رانا هنا البنت جرى عليها بوها سايني لا تسول خليني يا الخيراني مهموم، عيت نصبر في قلبي والله لا طاب بالتخموم، باغي نحكي قوالي واسمعني في ذي الكلام المفهوم، طلبتك العالي سيدي ربي لا تحفيد القوم، جيل اليوم راه مبلي والبنت مع الولد تشرب الروم، تمشي عريانه قبالي زعما ذا الشي قالك التقدم. وراح شبوبها الغالي وذاك الهبي يعشبها في العوم، حماد منين لقاها وقال لها نقصروا هذا اليوم، العهد دارو معاها وبيناتنا الحي القيوم، 9 شهور مشاهدها وتوريت نوح ما جاها نوم، ادات السخط من باها بعد الريضه بقات في الشر تعوم، بزاف اللي خطبها ندي توريه ونمشي لهموم، ومضروبه في عقلها وبغات تدي الطبيب قاري العلوم، واش الطبيب راه غير ساهل باش غادي تدي انت يا مخنونه؟ ياك يا ودي ياك. هذا الفيديو كان يهديه للبنات اللي يعني الطماعات، ماشي حاشا لله لبنات العاصي اللي تدور غير تستر راسها وتعمر الدار ديالها وباغيه تستر راسها، لا كان نهضر على هذوك اللي كيطمعوا على الخارج ويطمعوا في التالي كتنحشى لهم. هذه راها مهديه هذا الفيديو لجميع العالم وجميع داخل الوطن وخارج الوطن، ورانا هذا الفيديو درناه في مطار في المطار مطار وجدة أنقاد، يعني اللي رحنا صاهرين مع الجالية، وكان هديه للجالية اللي في الخارج اللي ما جاوش مساكين يعيدوا، كان هدي لهم هذا الفيديو. تحياتي وعيدكم مبروك وتعيدوا وتعودوا، والناس اللي هما يفكروا في هذا الكلام، وكان نفكر البنات اللي يعني يخطبها شي واحد تزوج بلا ما غادي تدور، المرأة سترة للرجل، الرجل قلم والمرأة دوايا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.